back of the thigh الاريا الاخيره الكومبارتمنت الاخيره في منطقه الساي. ما ننساش ان الساي اتقسمت الى 3 كومبارتمنتس بفعل الانتر ماسكولار سيبتم الفرنت والميديال سايد، اما هنا ف الباك اوف ذا ساي اللي هو البوستيريور كومبارتمنت. هذه الاريا الخلفيه كانت معظم محتوياتها عضلات، وفيها بالاضافه للعضلات مجموعة من النيرف والفيزلز. عضلات الباك اوف ذا ساي بيسموها الهامسترينجز. تعالوا الاول نشوف التقسيمة الكونتنتس اوف ذا باك اوف ذا ساي ونتولى بعد كده الكلام عن المسلز. فهنقول ان في الباك اوف ذا ساي فيه 3 مسلز و1 نيرف وجروب اوف فيزلز عاملة مع بعض شكل تشريحي اسمه كروشيت انستموزس. الثلاث عضلات اللي بيسموها الهامسترينجز او الهامسترينج ماسلز كانوا عباره عن 1 البايسبس فيموريس اللي هي هنا موقعها ديت على اللاترال سايد، سيمي تندنوزس على الميديال سايد، وتحت منها يعني لو قطعتها جزء منها يبان اهو اللي هو السيمي ممبرينوزس. هذه هي التلات عضلات اللي بتشكل المسلز اوف ذا باك اوف ذا ساي اللي اسمها الهام سترينجز. النيرف والفيزلز، نيرف كبير، نيرف ضخم اسمه سياتيك نيرف، والبرانشز اللي خارجه منه، اما مجموعه الفيزلز فاللي بتشكل مع بعضها شكل تشريحي مميز اسمه كروشيت انستموزس. تعالوا نتناول هذه العضلات واحدة واحدة. فنبتدي الأول بالجنرال كاركترز اللي بتجمعهم مع بعض. كل العضلات اللي احنا شفناها في الدياجرام اللي فات طالعة من منطقة واحدة في الهيب بون اسمها اسكيال تيبروزدي، واتكلمنا عليه قبل كده. وكل هذه العضلات تاخد نيرف سبلاي بالسياتيك نيرف. وكل هذه العضلات انسيرتد اما في الابر اند اوف تيبيا او في الابر اند اوف فيبيلا. العضلات اللي ماسكه في التيبيا هما 2 سيمي ممبرينوزس وسيمي تندنوزس، بيعملوا لاترال ميديال روتيشن اوف ذا ليج. اما العضله الثالثه اللي هي البايسبس اللي كانت ماسكه في الابر اند اوف فيبيلا فهتعمل لاترال روتيشن اوف ذا ليج. دي كانت الجنرال كاركترز. نفكركم بالتيبيا بالاسكيال تيبروزتي اللي هو الجزء من الاسكيوم اللي كان شكله تريانجولار ان شيب، اللي اتقسم بترانسفيرس ريدج الى ابر اريا ولور اريا، وده هو الترانسفيرس ريدج اللي هيبان دلوقتي عندنا الترانسفيرس ريدج، وديت الاتجاهات الاربعه ذا دايركشن الابر لور اللاترال الميديال. الابر اريا اوف اسكيال تيبروزيتي از فيرذرلي سبديفايدد انتو ابر لاترال بارت ولور ميديال بارت، بينما اللور اريا اوف اسكيال تيبروزيتي از ديفايدد انتو لاترال بارت وميديال بارت. وما ننساش الميديال بارت ده اللي كان فيه 3 اس سموث، يحتوي على سب كيوتينيوس فات كتير، او يغطيه اقصد سبكتينيوس فات وفور سيتنج. اللاترال بارت ذكر من قبل ان ده بيعطي الاوريجن اوف ذا اسكيال بارت اوف ادكتور ماجنس، بينما كان اللاترال بوردر لهذا البارت كان بيعطي الاوريجن اوف ذا كوادريتاس فيموريس. ده كان الشكل العام للاسكيال تيبروزيتي. طب لما احط التو اسكيال تيبروزيتيز مع بعض فهنجد ده المنظر، دي الرايت اسكيال تيبروزيتي وده الليفت اسكيال تيبروزيتي لما اضعهم بجوار بعضهم. طبعا نقدر نحدد الرايت او ليفت ازاي، ده منظر خلفي. المنطقه حتى اللي مفيش فيها اي مصل اتاتشمنت هنا دي الميديال، وقمه المثلث لاسفل، يبقى ديت رايت ودي ليفت. العضله الاولى اللي هي البايسبس فيموريس، هنرسم الخريطه بتاعتنا المعروفه
وخريطتنا المعروفه لمنطقه الجلوتير ريجون والباك اوف ذا ثاي، يعني من الخلف واحده، ادي الهبون وجزئين اتنين هيظهروا من الهبون، الاليوم من فوق والاسكيوم من تحت، والجزء ده من الاسكيوم اللي هو الاسكيالتيبروستي. هنا ديت الفيمر عامله ارتكوليشن مع الهب، ولو قلنا ان ده منظر خلفي للفيمر هنقول ان ده غلط، ده مش منظر خلفي للفيمر، ده منظر امامي للفيمر. طب ازاي انا بعلم حاجة غلط ولا بقول حاجة غلط؟ انا طريقتي هنا في التدريس احيانا في بعض المواقف اتعمد استخدم معلومة غلط واحط جنبها المعلومة الصح علشان الفت نظر الطالب وما خلوش يقول الغلط. ايه الغلط في الرسمة ديت؟ الغلط ان ده اتجاه خلفي للفيمر، طيب، وده اتجاه امامي للفيمر، وده اتجاه خلفي للهب. فازاي الفيمر تبقى عامله ارتكوليشن مع الهب وهي ده في الامام ودي في الخلف؟ دي غلط، يبقى لازم الفيمر تكون هنا في الخلف. طب ايه الدليل ان الفيمر هنا كانت في الامام؟ ايوه التو كوندايلز هنا فيوزد مع بعض ومفيش لينيا اسبرا، يبقى ده سطح امامي، فمش ممكن ابدا سطح امام العظمه وده سطح الخلف العظمه ثانيه، لازم يكون ده السطح الامامي للفيمر، السطح الخلفي للفيمر. طب فين السطح الخلفي للفيمر؟ مفيش لينيا اسبرا، مفيش تو كوندايلز سيبرت بانتر كوندايلر نوتش، فده اسمه التعليم بالغلط. بلفت نظرك ان دي غلطه ما تعملهاش وهعوضك واحط لك الفيمر بالمفروض بالفيو او بالسيرفس الطبيعي، يبقى لازم عشان نرسم رسمه صح تكون الفيمر هي بالشكل ده في هذا المكان بدل الفيمر ديت. هنا ده منظر خلفي للفيمر، وده الانتر كوندايلر نوتش من تحت، وده اللينيا اسبا بفرعينه من فوق وفرعينه من تحت، يبقى دي كانت مفروض مكان هنا. لكن زي ما انا قلت قبل كده انا بعلمك بطريقه يعني ايه، ان اقول لك ده الغلط وما تعملوش والصح جنبه. اهو نرجع مرجعنا تاني للاسكالتيبروزتي. الاسكالتيبروزتي احنا كنا قسمناه الى تو هافز بترانسفيرس ريدج، ابر هاف ولوور هاف او تو بارتس او تو ارياز. الابر اريا هتتقسم باوبليك لاين الى ابر لاترال ناحيه الاستابيلوم ولوور ميديال في الناحيه الثانيه. اما اللاترال اريا اللور اريا فكانت مقسومه ب الى بفيرتيكال او لونجيتودينال لاين الى لاترال بارت ولوور بارت. العضله اللي بعد كده، العضله اللي الان هنتناول الكلام عنها هي البايسبس فيموريس. راقب معايا الاوريجين، طبعا افكركم عند الكلام عن اي عضله في جسم الانسان لابد من اربع نقاط اساسيه، اوريجين انسيرشن بالظبط نيرف سبلاي واكشن. البايسبس هنتكلم عن الاوريجين بتاعها، راقب بالرسمه هتطلع الاوريجين بكام هيد وطلع منين؟ ادي ده هنا في اتنين هيدز، الهيد هنا الحمراء ديت طلع من هذا المكان والهيد دي طلع من هذا المكان. الهيد اللي طلع من المكان ده هيد طويله فاسمها لونج هيد، وهذا المكان هو اللور ميديال بارت اوف ابر اريا اوف اسكيال تيبروزتي. اما الهيد التاني دي اللي هي الشورت فطلع من المنطقه دي اللي هي هنا اصلا، اللي هي طالعه منين؟ من اللينيا اسبرا. التو هيدز بيتحدوا مع بعض وبيعملوا الانسرشن الازرق اللي بيوصل في اللاترال سايد للهيد اوف ذا فيبيولا. نيرف سبلاي سياتيك نيرف من القواعد العامه، تاخد نيرف سبلاي من الساتيك نيرف. الاكشن عضلات الهامسترينجز واولهم البايسبس بيسموها الماسلز اوف ووكينج، عضلات المشي. احنا علشان نمشي لابد من حركتين، واحده في الهب وواحده في الني. الهب لازم يكون فيها اكستنشن والني لابد ان يكون فيها فليكشن. فالاكشن بتاعها الاساسي هتعمل اكستنشن اوف هيب جوينت وفليكشن اوف ني جوينت، ولانها ماسكه في الفيبولا تعمل لاترال روتيشن اوف ذا ني.
دي كانت البايسبس فيموريس مصر. العضله اللي بعد هنا البايسبس بشكلها الطبيعي في جسم الانسان، ادي اللونج هيد وادي الشورت هيد، وادي اللونج هيد طالعه منين؟ طالعه من اللور ميديال بارت اوف ابر اريا اوف اسكالتي بروستي. والهيد التانيه اللي هي الشورت طالعه منين؟ طالعه من اللينيا اسبرا، والتو هيدز اتحدوا مع بعض والانسرشن كان في اللاترال سايد اوف ذا هيد اوف فيبولا. العضله الثانيه اسمها سيمي تندينوزس. الخريطه بتاعتنا المعروفه، ادي الخريطه، ادي الهيب بون باجزائها، وادي الفيمر بغلطتها، وغلطه الفيمر هنا انا بصلحها واحط لك الفيمر بشكلها الطبيعي اللي مفروض تكون في هذا المكان اللي هو البوستيريور فيو اللي فيه اللينيا اسبرا واللي الانتر كوندايلر نوتش بتاعه مفتوح. ودي اللو وديت الابر اند اوف تيبيا اند فيبيولا. الابر اند اوف تيبيا هنا معروف ان التو كوندايلز اللاترال كوندايل عليها الفيبيولار فاسيت، والميديال كوندايل عليها السيمي ممبرينوزس جروف. دي خريطه العظام بتاعتنا في المكان ده. احنا قلنا الاوريجن بتاع عضلات الهامسترنجز الثلاثه بيطلعوا من الاسكالتي بروستي. طب انا اظبط الاسكالتي بروستي واقول ان مقسوم ب ترانسفيرس ريجي الى ابر اريا ولور اريا، والابر اريا مقسوم الى ابر لاترال بارت ولور ميديال بارت، واللور اريا مقسوم الى لاترال بارت وميديال بارت. عضلتنا اللي هي السيمي تندنوزس متوقفه على وجود البايسبس. فارسم البايسبس الاول بالتو هيدز بتاعتها، ادي رسمتها رقبهم الاوريجن والانسيرشن بتوع السيمي تندنوزس طالعين ازاي، رقبهم بالرسم اهي، وده الانسيرشن. لاحظوا الاوريجن كان تندون وطلع من نفس النقطه اللي طلعت من عندها اللونج هيد اوف بايسبس. منين؟ من اللور ميديال بارت اوف ابر اريا اوف اسكالتي بروستي. اما الانسرشن فكان مختلف. الانسرشن رايح للتيبيا. رايح فين للتيبيا؟ للابر بارت اوف ميديال سيرفيس اوف ذا شافت اوف تيبيا، في المنطقه الشهيره جدا اللي اسمها اس جي اس، واللي بترمز الى السارتوريس والجلاسيلس والسيمي تندنوزس. في هذه المنطقه كانوا الثلاث عضلات، واحده من الفرونت، واحده من الميديال سايد، والثالثه سيمي تندنوزس اهي كانت من الباك اوف ذا ساي. حطوا الانسرشن في هذا المكان اللي هو ابر بارت اوف ميديال سيرفيس اوف شافت اوف تيبيا، اللي هي اسمها معروفه اعلاميا باسم الاس جي اس. دي كانت السيمي تندنوزس مصر. النيرف سبلاي زيها زي بقيه الهامسترينجز، زيها زي بقيه عضلات الباك اوف ذا ساي، تاخد نيرف سبلاي من السياتيك نيرف. الاكشن نفس الاكشن لعضلات الباك اوف ذا ساي، عضلات الووكينج لابد انها تعمل اكستنشن اوف هيب وفليكشن اوف ني، ولانها ماسكه في التيبيا والتيبيا ميديال فتعمل ميديال روتيشن اوف تيبيا. من اسم العضله سيمي تندنوزس، سيمي يعني شبه، تندنوزس يعني تندون، لان الاوريجن بتاع العضله هنا كان شبه تندون والانسرشن هو تندون كامل، فالعضله في معظم اجزائها تندينس فسموها سيمي تندنوزس. طيب اذا جينا نشوف العضله الثالثه من عضلات الباك اوف ذا ساي اللي اسمها الهامسترينجز، العضله اسمها سيمي ممبرونوزس. الخريطه الجغرافيه لعظام الباك اوف ذا ساي والجلوتير ريجن، الهيب بون باجزائها، الفيمر بغلطه رسمتها المقصوده، الغلطه اللي انا دايما بقصد احطها علشان دي مدرسه التعليم بالخطا، واصلح لك الفيمر واحط لك فيمر تانية جديده جنبها بالبوزيشن والسيرفس الحقيقي اللي كانت المفروض تكون فيه. ده الباك اوف فيمر مش موجود هنا، انما موجود في الرسمه ديت، انا اشيل هنا الفيمر ديت واحطها مكان ديت، لكن انا همشيها كده كخطا الفت النظر اليك علشان ما تعملوش. سيمي ممبرينوزس واضح من اسمها، سيمي يعني شبه، ممبرينوزس يعني ممبرين، العضله اللي تشبه الممبرين. الاوريجين بتاعها لما تيجي تمسكه وتشوفه تلاقيه شكل الممبرين. هنا الاسكالتي بروزيتي بالاجزاء المعروفه بتاعته مقسوم بترانسفيرس ريجي الى ابر اريا ولور اريا، والابر اريا مقسوم اوبليك لاين الى ابر لاترال بارت ولور ميديال بارت.
بينما اللور اريا مقسومه ب فيرتيكال او لونجيتودينال لاين الى لاترال بارت وميديال بارت. السيمي ممبرنوزس متوقفه على وجود العضلتين التانيين، فالعضله ديت اللي هي كانت البايسبس، والبايسبس ماسكه مع اللونج هيد بتاعتها السيمي تندنوزس. فين السيمي ممبرنوزس هنا؟ رقبهم شكلها ووضعها الطبيعي. انا هرسم العضله دلوقتي حالا وشوفوا طالعه منين وعلاقتها ايه بالعضلتين دول. ايه بالظبط؟ السيمي ممبرنوزس قاعده ديب للسيمي تندنوزس. ديب هنا بمعنى تحت منها، انما في الاناتوميكال بوزيشن الصحيح ديب هنا بمعنى انتيريور، يعني قاعده امام. والمنظر ده الفيو ده الاتجاه ده كان اتجاه خلفي، فالاتجاه الامامي هنا هيبقى ديب. طالعه بشبه ممبرين، الاوريجن بتاعها بشبه ممبرين من المنطقه ديت اللي هي upper lateral part of upper area of ischial tuberosity، والعضله ماشيه تحت. تحت مين؟ تحت السيمي تندنوزس. وهتضع الانسرشن بتاعها في هذا المكان اللي سمي باسمها، جروف يقع على الباك اوف ميديال كوندايل اوف تيبيا اسمه سيمي ممبرينوزس جروف. العضله ديت نيرف سبلاي بتاعها سياتيك نيرف، والاكشن مثلها مثل باقي عضلات الهامسترينجز، باقي عضلات الباك اوف ذا ساي، هتعمل فليكشن اوف هيب، عفوا اكستنشن اوف هيب، فليكشن اوف ني، وميديا روتيشن اوف ذا ني. لما نيجي نركب العضلات مع بعضها في شكل طبيعي، ادي عندي السيمي تندنوزس فوق، وادي السيمي ممبرنوزس الاكبر منها قاعده تحت. السيمي تندنوزس بتصل للشافت اوف تيبيا، بينما السيمي ممبرنوزس وقفت عند الميديال كوندايل عند السيمي ممبرنوزس جروف. طيب كده خلصنا عضلات الباك اوف ذا ساي الثلاثه اللي اسمهم الهامسترينجز. ننتقل الى الكونتنت اللي بعد كده من محتويات الباك اوف ذا ساي، وهو السياتيك نيرف عرق النسا. السياتيك نيرف نشوف شكله الطبيعي في الجسم. ادي منظر للساي وهي متشرحه، دي الجلوتير ريجون ودي الباك اوف ذا ساي، ديت الجلوتياس ماكسيموس ودي الجلوتياس ماكس، بس بعد ما قطعتها وعملت لها ريفليكشن قلبتها على ناحيتين، الجزء الاسفل قلبته لتحت والجزء الاعلى قلبته لاعلى. وهنا في عضله مقطوعه اهي، دي البايسبس، ادي البايسبس، انا قطعت مين؟ قطعت جزء كبير منها ورحت قلبتها. لقيت هنا عندي ديت الجلوتياس ميدياس قاعده تحت الجلوتياس ماكسيموس، والجلوتياس ميدياس تحت منها ديب لها، مش تحت يعني بلو، لا تحت بمعنى ديب، ديب لها جلوتياس مينيموس، وديت الاوبتيروتر انترنس مصل معاها تو جيميلاي، ادي الاوبتيروتر انترنس سوبيرو جيميلاس وانفيرو جيميلاس، ودي كانت البيريفورمس وهي طالعه من الجريتر سياتيك فورمن، ودي كانت الكوادريتاس فيموريس مصل، ودي كانت الادكتور ماجنس مصل. هنا دي البايسبس اهي، والسيمي تندنوزس اهي، وتحت منها السيمي ممبرنوزس. شوف كده السياتيك نيرف، ادي السياتيك نيرف اهو بشكله ومنظره الطبيعي. السياتيك نيرف لما نيجي نتكلم عليه زيه زي اي نيرف او ارتري او فين او لمفاتيك، اي ثريد لايك ستراكشر ماشي بالطول، لابد عني من ان اتكلم على النقاط الاتيه، اربعه هيد لاينز، البيجيننج اللي هو الاوريجن بتاعه، الاند او التيرمينيشن، ثم التالت حاجه الكورس اند ريليشنز، ثم البرانشز. فلو جيت اتكلم على البيجيننج بتاعه، البيجيننج بتاعه من جوه. جوه منين؟ من البلفس. طب ما كان وجوده بره، بره فين؟ في الباك اوف ذا ساي والجلوتير ريجون. طيب احنا عرفنا مكانه او البيجيننج بتاعه في البلفس، جاي منين من البلفس؟ جاي من بلكسس اوف نيرفز اسمها سيكرال بلكسس، قاعده في الايه؟ قاعده في البلفس. مش عايز اتكلم اخوض في تفصيلاتها اكتر لان هي تيجي مع منطقه البلفس. مين اللي بيصنع هذا البلكسس؟
اخر اتنين لامبر نيرفس واول تلاتة سكرال نيرفس. السياتيك نيرف هذا النيرف الكبير شايل من كل الروتس بتاعتها، فواخد من لامبر اربعة وخمسة وسكرال واحد واتنين وتلاتة. طيب هو رايح فين اساسا؟ ده هو رايح يغذي عضلات الباك اوف ذا ثاي. طب هو جوه البلفس ووظيفته ومكانه الطبيعي بره البلفس، فلازم يغادر البلفس. كيف يغادر البلفس؟ عن طريق هذا الفورامين. الفورامين ده اللي هو الجريتر سياتيك فورامين. وبفكركم ان الجريتر سياتيك فورامين يتقال على النوتش، لكن في الليفنج الجريتر سياتيك نوتش ده على العظم، اما في الليفنج هو مقفول باللحم يبقى فورامين. هيغادر الفورامين. طب ما الفورامين ده طالع منه البيفورمز، علاقته ايه بالبيفورمز؟ كان ماشي ديب او ماشي بيلو ذا بيرفورمز، ماشي من تحت البيرفورمز، هيروح لفين؟ الجلوتير ريجون والباك اوف ذا ساي. في عضلات هيمشي عليها وفي عضلات هتغطيه. العضلات اللي هيمشي عليها هو ماشي على مين؟ او ماشي على الاتي اوبتيروتر انترنس والتوجيميلاج، وماشي على الكوادريتاس فيموريس وعلى الاسكيال بارت اوف ادكتور ماجنس، كما انه ماشي هنا على الباك اوف اسكيام. دي الاستراكشرز اللي هو ماشي عليها. طب العضلات اللي مغطياه كانوا ثلاثه، الجلوتاس ماكسيمس مغطياه، مغطيه الجزء منه اللي مختفي او اللي رائد فيه الجلوتير ريجون. البيريفورمس مغطيه البيجيننج بتاعه، والبايسبس مغطيه جزء كبير منه في الباك اوف ذا ساي، علشان كده قطعناه عشان نكشفه. يبقى هو متغطي بتلات عضلات. متغطي يعني ايه؟ يعني العضلات دي ماشيه على الباك بتاعه. تلات عضلات هما الجلوتياس ماكسيموس المقطوعه النصين، والبايرفورمس، و البايسبس فيموريس. ده الكورس بتاعه. عاوز احدد مكانه على الشخص الطبيعي. لو جيت لو قلنا ان ده شخص حي ودي مقفوله، ايه الجلوتياس ماكسيموس مقفوله وعاوز اديله حقنه، بخاف على السياتيك نيرف، فلازم احدد لي نقطتين. احدد هقول هنا ده الجريتر تروكانتر العظمه ديت، والعظمه دي الاسكيال تيبروزيتي. فهو في الجلوتير ريجون لو انا خدت خط بالعرض يصل الجريتر تروكانتر الاسكيال تيبروزيتي، هلاقيه هو قاعد في المد من الميد بوينت اوف هذا اللاين. تمام، يبقى ابعد عنه. لما اجي ادي الابره بتاعت ادي فوق بعيد عن هذا النيرف. انتهى السياتيك نيرف في الميدل اوف ذا باك اوف ذا سايد تحت البايسبس بانه يتفرع الى فرعين اتنين. فرع لاترال اهو، او ده اسمه كومن برونيال، اهو هيظهر اهو، ادي الكومن برونيال. وفرع ميديال اسمه تيبيال نيرف. الكومن برونيال له اسم قديم اللي هو لاترال بوبليتيال، والتيبيال نيرف له اسم قديم اللي هو ميديال بوبليتيال. يبقى كومن برونيال وتيبيال. دي كانت نهاية مين؟ كانت نهاية السياتيك نيرف، انه اتفرع الى الفرعين دول. طبعا الفرعين دول في كلام كتير عليهم بعد كده، لكن هنقول البرانشز التو برانشز اللي هم الكومن برونيال والتيبيال، وماسكولار برانشز لعضلات الهامسترينجز. عضلات الهامسترينجز كانت تشمل مين؟ كانت تشمل البايسبس المقطوعة ديت، السيمي تندونوزس والسيمي مبرونوزس والاسكيال بارت اوف الادكتور ماجنس. ما ننساش الادكتور ماجنس كانت بتاخد دبل نيرف سبلاي. البيوبيك بارت يعتبر تبع الادكتورز، اما الاسكيال بارت فتبع تبع مين؟ تبع الهامسترينجز من ناحيه النيرف سبلاي. طب اذا جينا نشوف الساتيك نيرف على رسم دياجرام من صنع اليد، يدي انا طبعا اللي رسمته يعني. فادي عندي هنا منظر صحيح، منظر سليم لجغرافيا العظام في منطقة الجلوتير ريجون والباك اوف ذا ساي والبوبليتيال ريجون. منظر العظام بعد ما شلت من حواليها المسلز، فلقيت ده منظر وشكل صحيح. ادي الهب من الخلف باجزائها، ادي الفيمر من الخلف بمميزاتها اللينيا اسبرا بفرعينه العلويين اللي هم الجلوتيال تيبروزيتي وسبايرال لاين، وفرعين السفليين اللي هو اللاترال والميديال سوبرا كوندايلر ريجس، ثم اللور اند بالنوتش الشهير بتاعها، والباك اوف تيبيا. الباك اوف تيبيا الابر اند عليها حاجتين مميزتين للباك اللي هما الفيبولار فاسيت على اللاترال كوندايل، والسيمين برنوزس جروف على الميديال كوندايل.
اركب عليهم المسلز. يلا قولوا معايا المسلز دي مين؟ مشهوره جدا. بالظبط صح، ديت البايسبس فيمورس. اللونج هيد اوف بايسبس كانت ماشيه معاها مين؟ ايوه مش هقول. ماشيه معاها السيمي تندنوزس. وقاعد تحت السيمي تندنوزس، ايوه السيمي ممبرنوزس. وقاعد تحت تحت هنا بمعنى دي، بمعنى من قدام، قاعد تحتها الادكتور ماجنس بالجزئين بتوعها، البيوبيك بارت والاسكيال بارت. وهنا العضله اللي طالعه من الجريتر سياتيك فورامن ورايحه للطب اوف ذا جريتر تروكانتر، العضله دي اللي اسمها البايري فورمس، والعضله دي اللي اسمها الاوبتريتور انترنس، معاها فصين اللحم الخفاف اللي اسمهم سوبيريور جيميلاس وانفيريور جيميلاس. ادي خريطه العظام بتاعنا، ودي كوادريتس فيمورس. شوف بقى الشرح اللي احنا قلناه في الرسمه اللي فاتت، بعد ما ركبت المازلز هنا هتطلع معاها، هتطلع بقى السياتيك نيرف ماشي ازاي. ادي السياتيك نيرف طلع ماشي على العضلات التاليه، من تحت البيرفورمس، معدي على الاوبتريتور انترنس وتوجم اللاي، معدي على الكوادريتس فيمورس، معدي على الاسكيل بارت اوف الدكتور ماجنس، وبتفرع هنا للفرعين. من اللي مغطيه؟ مغطيه من فوق البيرفورمس، ومغطيه من تحت من هنا البايسبس فيمورس. بس فين الجلوتياس ماكسيمس؟ المفروض تغطيه. نرسم الجلوتياس ماكسيمس فنجدها بتغطي بهذا الشكل. هنا في الجلوتياس ماكسيمس انا كنت ديت نقلتها من هنا، ده وضعها الطبيعي فين؟ هي من هنا. نقلت الجلوتياس ماكسيمس وبعتها بعيد، علشان يعني هي المفروض الجلوتياس ماكسيمس تدخل تداري على النيرف في هذا المكان، لان السيرشن بتاعها هنا وفي الايه؟ وفي الاليوتيبال تراك. لكن انا رحت جاي شايلها من هذا المكان ونقلتها بعيد شويه علشان ابين لكم انها كانت مغطيه النيرف، رغم ان انا مشففها، لكن انا ناقلها بس فقط من مكانها. واخيرا الاستراكشر الاخير في الكونتنس اوف ذا باك اوف ذا ساي الكروشيت انستموس. ده منظر لعظام الباك اوف ذا ساي، الهيب بون والفيمر. اربع ارترز بيشاركهم في انستموزس يقع على الابر بارت اوف ذا باك اوف ذا ساي. الارترز دي بتكون انستموزس كروشيت ان شيب، يشبه الكروس، يشبه الصليب، موجود في هذه المنطقه. الاربع ارترز، واحد جاي من فوق، ادي واحد جاي من فوق اسمه descending branch of inferior gluteal artery. فاكرين الانفيريور جلوتيال ارتري اللي ده من الارتيريال سبلاي او من الارترز اوف ذا جلوتيال ريجون، اللي كان طالع منين؟ اللي كان طالع من الجريتر سياتيك فورامن، لانه كان جوه البلفس جاي من الانترنال الياك وراح يغذي الجلوتيال ريجون. احد البرانشز اللي خارجه منه اسمه ديسيندنج برانش، هيجي من فوق ويشارك في هذا الانستموزس. ادي واحد. البرانش الثاني جاي من تحت. جاي من تحت منين؟ ده الفيرست برفروتنج برانش اوف بروفاندا. احنا فاكرين البروفاندا فيمورس، مش البروفاندا فيمورس ده اللي هو كان الديب برانش اللي طالع من الفيمورال؟ ايوه. هذا البروفاندا انتهى بانه اتفرع الى اربع فروع هم اسمه البرفوريتنج ارتريز. ايوه عارفين كده. الفيرست برفوريتنج هيجي من تحت ويطلع فوق ويشارك في هذا الانستموزس. من اللاترال سايد كان في ارتري جاي لف حوالين الابر بارت اوف شافت اوف تيبيا، اسمه ايه؟ اسمه ترانسفيرس برانش اوف لاترال سيركمفليكس فيمورال. ومن اللي على الميديال سايد الميديال برانش، الترانسفيرس برانش اوف ذا ميديال سيركمفليكس فيمورال. الاربعه ارتريز هيشاركم باربع لمز في انستموزس يقع بهذا المكان اسمه الكروشيت انستموزس، اللي بتتولى امداد عضلات الباك اوف ذا ساي بارترز تطلع في اتجاهات مختلفه من هذا الانستموزس. بالشكل ده احنا خلصنا الباك اوف ساي وخلصنا منطقه الساي كلها، وندخل على اريا جديده اللي هي البوبليتيال ريجون.